هي مخدكم من يعني مش أعلى قمة في كولومبو، ولكن تقدر تقول دور 40-41 راح تشوفوا إطلالة وفيو مش عادي، يعني خيال من الآخر. يلا بسم الله. طبعا في ازعاج لان في بيعملون بناية جنب المكان اللي انا فيه. مش على شكلي لأن كنت ألعب جيم. طبعا أنا بصور بإيد وبطلع بإيد كل هذا. يا رب ما يوقع الزلال. واخيرا طلعنا اعلى قمة خلاص. 43 خلصنا الفيديو الصغير هذا، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.